أهلا بكم. قالت اللجنة الدولية المعنية بحالات الإخفاء القسري في العراق إن المعلومات والبيانات المتوفرة عن هذا البلد أو في هذا البلد لا تسمح بقياس حجم هذه الجريمة، وإن عدم وجود تعريف صريح للإخفاء القسري في التشريع العراقي باعتباره جريمة يعاقب عليها القانون جريمة حرب أمر مقلق للغاية. وتلقى وفد اللجنة الدولية الذي زار العراق مؤخرا المئات من شكاوى الإخفاء القسري من مختلف المحافظات العراقية، حيث طالبت لجنة الأمم المتحدة المعنية بحالات الإخفاء القسري الحكومة والسلطات في العراق باتخاذ إجراءات عاجلة لإدراج الإخفاء القسري باعتباره جريمة حرب في القانون العراقي. الإخفاء القسري في العراق وعدم اعتباره جريمة حرب يعاقب عليها القانون هو الذي سنبحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار، وسنطرح فيها الأسئلة التالية: ما الذي سيترتب على مطالبة لجنة الأمم المتحدة المعنية بالإخفاء القسري للحكومة في العراق بتصنيف هذا الإخفاء جريمة حرب يعاقب عليها القانون؟ وما هي خطورة اتهام اللجنة الدولية بأن وكلاء الدولة في العراق ضالعون في جرائم الإخفاء القسري؟ ولماذا المعلومات والبيانات في العراق شحيحة ولا تسمح بقياس حجم الإخفاء القسري كما تقول اللجنة الدولية؟ ومن المسؤول عن حجم هذه البيانات؟ وما السبب وراء تحرك اللجنة الدولية المعنية بالإخفاء القسري بهذه القوة في العراق بعد نحو 20 سنة من الاحتلال وظهور جرائم الإخفاء القسري؟ ضيوف الطاولة ناجي حرج وعدد من الناشطين الحقوقيين في العراق. بلد المليون مخفيا قسريا وأكبر مستودع عالمي لمن غيبوا في سجون الميليشيات والقوات الحكومية، هكذا يوصف العراق في تقارير المنظمات الحقوقية الدولية التي تناولت قضية الإخفاء القسري وحذرت من تفاقمها منذ سنوات دون الوصول إلى حل لإنهاء هذه المأساة وإطلاق سراح من بقوا على قيد الحياة من المغيبين. لجنة الأمم المتحدة المعنية بحالات الإخفاء القسري في زيارتها للعراق وقفت على شهادات وأدلة خطيرة حول ملف الإخفاء القسري تتمثل باستمرار عمليات الخطف والإخفاء والعمليات الانتقامية ضد أهالي المعتقلين منذ عدة سنوات، وكذلك تعرض اللجان العاملة في عمليات البحث والتحقيق لتهديدات ومضايقات، وكل ذلك يجري بشكل علني غير خاف على الجهات الرسمية. وأكدت اللجنة الأممية صراحة أن من قاموا ويقومون بعمليات الإخفاء القسري هم وكلاء الدولة من المنتسبين للأجهزة الأمنية والعسكرية، وكذلك الميليشيات ومن يرتبطون بها بشكل رسمي أو غير رسمي. ما توصلت إليه اللجنة الأممية يعتبر جزءاً يسيراً من الحقيقة، إذ إن المعلومات والبيانات المتوفرة لا تسمح بقياس حجم هذه الجريمة، وهذا ما أكدته اللجنة مبينة أنها واجهت معوقات أمنية في عمليات التحقيق، عازية سبب ذلك إلى محاولة الحكومة التكتم على الحقائق وعدم إثارة هذا الملف الخطير. وبحسب حقوقيين وباحثين في المجال الإنساني، فإن ملف المختطفين والمخفيين قسراً في العراق ليس مجرد ملف حقوقي وقضائي وأمني، بل هو سياسي بالدرجة الأولى وله أبعاد طائفية تخدم مشروع تغيير ديموغرافي ممنهج يتم العمل عليه منذ سنوات تحت أنظار العالم وبرعاية قوى دولية. أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة التي ستبحث في الإخفاء القسري في العراق وعدم اعتبارها جريمة أو اعتبارها جريمة يعاقب عليه القانون، في ضوء الزيارة التي قام بها وفد من اللجنة الدولية المعنية بالإخفاء القسري. زار هذا الوفد العراق والتقى عدد من المنظمات الحقوقية. ضيف الطاولة سيكون معنا أستاذ ناجي حرج، المدير التنفيذي لمركز جنيف
جنيف الدولي للعدالة من جنيف، وأيضا سيلتحق بنا عدد من الناشطين الذين التقوا باللجنة الدولية. أهلا وسهلا بالضيوف الكرام جميعا. أهلا وسهلا أستاذ ناجي. أولا أهلا وسهلا، مساء الخير. مساء الخير، مرحبا. أهلا. وفد من اللجنة الدولية زار العراق لمدة 12 يوم، من اللجنة الدولية المعنية بحالات الإخفاء القسري في العراق، مركز جنيف الدولي للعدالة، وكان أيضا يعني مرافق لهذا الوفد، وصف هذه الزيارة بأنها أو هذا التعاطي نقلة نوعية في تعاطي اللجنة الدولية مع ملف الإخفاء القسري في العراق. لماذا نقلة نوعية؟ نعم، مرحبا بكم مرة أخرى أستاذ ماجد وبضيوفكم الكرام. نقلة نوعية لأنه هذا الملف الآن أصبح يبحث على صعيد دولي، يعني بعد أن كان هذا الملف يبحث في على صعيد داخلي، يعني بين المنظمات الحقوقية يطرح في بعض البيانات. الآن يعني هذه اللجنة هي من أهم اللجان الموجودة في الأمم المتحدة. مهمة اللجنة المتحدة للاختفاء القسري هي متابعة تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وبالتالي يعني طريقة المتابعة دائما ما تتم من خلال التقارير الدورية التي تقدمها الدول والمنظمات غير الحكومية. لكن عندما هنالك نص في الاتفاقية في المادة 33 في الاتفاقية تصف أنه عندما تصل الحالة في بلد ما إلى وضع خطير، إذا تصبح الحالة حالة الإخفاء القسري في ذلك البلد بحالة خطيرة، توصف بأنها حالة خطيرة، فإن اللجنة تطلب الزيارة لذلك البلد. فالآن يعني من هذا المنطلق مجرد الزيارة للعراق، مجرد الزيارة هو أن وضع الإخفاء القسري في العراق هو في وضع خطير جدا. وبالتالي هذه اللجنة يعني تتأمل طبعا من خلال عملها، أولا موضوع الإخفاء القسري موضوع معقد جدا وشائك، وكما تعلمون هنالك أشخاص كثيرون اختفوا بان الغزو والاحتلال الأمريكي نتيجة العمليات العسكرية الأمريكية ونتيجة الاعتقالات العشوائية وغير ذلك، ثم استمر ضمن الحكومات المتعاقبة وضمن العمليات العسكرية المتعاقبة. أيضا شهدنا حالات كبيرة جدا لمئات الآلاف من 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 الإخفاء القسري بعد اعتقالات عشوائية قامت بها أجهزة الدولة أو الأجهزة المرتبطة بها أو المجموعات المرتبطة بها. وبالتالي الآن اللجنة، لجنة الإخفاء القسري، عندما تأتي إلى العراق فإنها تضع كل هذه التوصيفات على الطاولة الدولية، وبالتالي سيكون العراق ملزم بتقديم معلومات وبالعمل مع اللجنة لإيجاد حلول لقضية الإخفاء القسري. يعني هذا سنتحدث إذا سمحت لي عن قضية آفاق العمل الجدي والحقيقي بين الحكومة وبين هذه اللجنة. لكن أيضا الحقيقة ما ورد في بيان للجنة بعد زيارة وفدها، طالبت الحكومة بالعراق بتشكيل لجنة محايدة للتحقيق في السجون السرية وحالات الإخفاء القسري وما إلى ذلك، وهي أيضا اتهمت الدولة ووكلاءها أو أفراد أو مؤسسات أو أشخاص مدعومين من هذه الدولة أو يحظون برعايتها ودعمها بأنهم هم المسؤولون عن الإخفاء القسري، وهنا كأنه الجاني هو الحكم، الجاني هو الذي يعني يحقق. أليس هذا الحقيقة تناقض؟ لا، هو الحقيقة لم تطلب من الدولة أنه هي التي تحقق، وإنما اللجنة اقترحت. يعني الآن اللجنة عندما في هذه الزيارة هي أشبه، يعني هي فعلا هي ليست لجنة تحقيقية، لكن احنا الآن أصبح كما أنه هنالك لجنة تحقيقية دولية تحقق في قضايا اختفاء القسري في العراق، يعني هذه النتيجة. لكن اللجنة من ضمن توصياتها يعني اقترحت تشكيل فريق دولي مختلط، يعني فريق على من اقترحت؟ اسمح لي، على من اقترحت؟ نعم، اقترحت على السلطات العراقية، لكن هذا الأمر يعني عندما تقترح هذا الأمر راح تنقله في تقريرها، راح تنقله إلى مجلس حقوق الإنسان. يعني هي صحيح وضعت هذا في بيانها مثلا وتقول نحن اقترحنا على السلطات العراقية، لكن هي ستطالب بهذا الأمر، يعني نقلتها الآن إلى صعيد دولي. ولذلك نحن عندما قلنا نقلة نوعية يعني نضع فيها كل هذه الاعتبارات. هذا المقترح الآن سيناقش على صعيد دولي من أجل تشكيل فريق دولي
مختلط، يعني يضم خبراء دوليين وخبراء عراقيين. والحقيقة في العراق هنالك فريق آخر دولي مختلط أسس بموجب قرار مجلس الأمن الدولي عام 2017 في ديسمبر 2017، كانون الأول 2017، لكن ذلك الفريق اختص فقط بالتحقيق في جرائم داعش، وذلك الفريق يعمل منذ سنوات وهنالك نتائج ملموسة على الأرض من عمل ذلك الفريق. فالآن اللجنة الحقيقة الاقتراح هو تقريبا مشابه، يعني تقترح إنشاء فريق مشابه لذلك الفريق من أجل التحقيق في قضايا الاختفاء القسري ومحاولة معرفة مصير المختفين قسريا. نعم أشكرك. إذا أكو أحد من الأخوة الناشطين التحق بنا ممكن نبدأ وياه، كلهم موجودين. إذا نرحب بالناشط الحقوقي الأول الأستاذ مضر حمزة، وهو من الأنبار ومن الذين التقوا بوفد اللجنة الدولية المعنية بالإخفاء القسري. مساء الخير أستاذ مضر. مساء الخير أستاذ ماجد، يا مرحبا. أهلا وسهلا. أنت وآخرين من الأخوة الناشطين في العراق في الأنبار والموصل وصلاح الدين التقيتوا باللجنة، ما الذي أخبرتموه لهذه اللجنة عن الإخفاء القسري، عن الأعداد المغيبين، أماكنهم، المعلومات التي قدمتموها للجنة في الأنبار؟ حدثنا في الأنبار. مساء الخير. أهلا وسهلا. مساء الخير عليكم جميعا، مساء الخير على قناتكم الموقرة، شكرا جزيلا تحت الفرصة الحديث عن هذا الملف المهم والشائك والخطير. حقيقة نحن في محافظة الأنبار كناشطين حقوقيين التقينا بالعديد، التقينا بلجنة الإخفاء القسري. هذه اللجنة حقيقة جاءت إلى خاطر التقنا بها، قدمنا يعني لها معلومات جدا مهمة عن موضوع المختفين قسرا، معلومات عن أعدادهم. احنا كناشطين حقوقيين مع المنظمات المجتمع المدني الأخرى عملنا على توثيق عدد لا بأس به. احنا في محافظة الأنبار لدينا عدد كبير من المختفين يصل إلى عشرات الآلاف. قدمنا أماكن عن مقابر جماعية، أماكن عن سجون سرية، الأعداد، الأماكن اللي تم تغيب قسرا، الأبرياء منهم في بجيبز والرزازة والنخيب، وأيضا عندنا في الصقلاوية ما يقارب 700 شخص، النخيب لدينا أكثر من 2000 شخص، الرزازة أكثر من 2000، بجيبز لدينا أكثر من 2000 شخص وهكذا. فقدمنا معلومات عن المختفين قسرا، لاحظنا اهتمام اللجنة بهذه القضايا. هذه الحقيقة الزيارة هي زيارة تاريخية لمحافظة الأنبار لأنها الأولى من نوعها، ومثل ما تفضل الأستاذ ناجي يعني زيارة كانت ذات طابع خاص معنية بالملف المختفين قسرا. الحقيقة الحكومة العراقية لا من خلال التوصيات اللي أصدرتها اللجنة، الحكومة العراقية غير مكترثة بالتوصيات ولا تولي أي اهتمام بهذا الملف، وهي أصلا لا تعترف بحقوق المختفين قسرا. يعني على سبيل المثال عدم وجود سجلات رسمية مثبتة على بيانات المختفين قسرا في عموم المحافظات. وهذا أنا أتسألك عنه مضر، اسمح لي، أنتم اللجنة قدمتم لها معلومات شفوية أم كانت هناك وثائق ومستندات يعني توثيق لحالات الإخفاء القسري كانت لديكم قدمتموها للجنة؟ نعم بالتأكيد قدمنا معلومات موثقة رسمية، بيانات رسمية، معلومات حقيقية قدمت للجنة بشكل يعني بشكل رسمي عن أعداد، عن أماكن، عن حالات، عن ادعاءات، عن سجون، عن مقابر جماعية. حتى هناك مقبرة جماعية في ألبو كمال، لدينا معلومات مهمة عن هذا الموضوع. لكن للأسف الحكومة العراقية لا وزارة الخارجية العراقية والمخاطبات لم يعني عن عوائل موجودة من الأنبار موجودين في ألبو كمال تم إعدامهم ودفنهم في هذه المقابر. لحد الآن الحكومة العراقية لا تتعاون مع الجانب السوري في هذا الموضوع. فيما يخص إذا تسمح لي أستاذ ماجد موضوع التوصيات، خلينا نأجل، اسمح لي مضر نأتي على التوصيات، بس خلينا نشرك أيضا ناشط حقوقي آخر من محافظة صلاح الدين وهو كرار محمود. مساء الخير كرار. أهلا وسهلا، مساء الخيرات. أهلا وسهلا. أنت من الذين التقيت بوفد اللجنة الدولية
المعنية بحالات الإخفاء القسري في العراق، ما الذي أخبرتموها عن الإخفاء القسري في صلاح الدين؟ حدثنا في صلاح الدين فقط عن عدد المخفيين أو المغيبين قسريا، أين أماكن الإخفاء، من الجهات المتهم بالإخفاء، متى تم إخفاءهم قسريا؟ تحية طيبة لكم ولهذه القناة التي دائما ما تهتم بأهم قضية إنسانية في العالم وهي قضية المغيبين. حقيقة هذه القضية التي باتت يعني تأكل وتشرب معنا هذه، وكذلك أرحب بضيفكم الكريم أستاذنا الحرج والأخ نور من الأنبار. حقيقة بالبداية لابد أن أعرض على أن عوائل المغيبين الآن هم بلا حقوق ولا معين. هذه العوائل نفدت مرتين، الأولى من غيبهم والثانية من تجاهلهم الحكومة التي أهملت هذا الملف. حقيقة يعني كان حضور لجنة الاختفاء القسري إلى العراق مهم جدا، لأول مرة نلمس أنه هناك يعني تحرك دولي جاد حول هذا الملف وحول هذه القضية. هذه القضية مهمة جدا، وحضور اللجنة أيضا مهم جدا. قدمنا لهم البيانات التي تؤكد أن هناك أكثر من البيانات التي تتوفر لدينا أن هناك أكثر من 5000 مغيب في صلاح الدين، لكن العدد الكلي هو يتجاوز 8000 مغيب في محافظة صلاح الدين. لكن ما توفرت لدينا وما قمنا بجمعه من بيانات مؤكدة هي تقريبا 5000 مغيب. هذه البيانات تشمل أسماء المغيبين و أرقام هواتف عوائلهم وحتى الجهات التي غيبتهم وأماكن التغييب. نعم. يعني المكان النقطة التي غيبوا منها. تمام، أشكرك. نشرك أيضا الناشطة الحقوقية أمان محمد من محافظة ديالى. مساء الخير أماني. مساء النور، أهلا وسهلا أستاذ ماجد. أهلا وسهلا. أنت أيضا من ضمن الفريق الحقوقي الذي التقى بوفد اللجنة الدولية المعنية بحالات الإخفاء القسري، تحدثت معهم عن ما يحدث حالات إخفاء قسري في محافظة ديالى، ممكن تعطينا انطباع عما جرى أو نبذة عن النقاش الذي جرى مع اللجنة الدولية فيما يخص ديالى؟ طبعا حضورنا مع اللجنة كانت اللجنة جدا منصفة لما ألقينا. تم الحديث عن مقابر الجماعير عن محافظة ديالى وحالات الاختفاء القسري الموجودة وحالات التعذيب الموجودة في السجون، وكان لقاء جدا مميز وجدا منصفة لنا. طيب، ما الذي وعدوكم به فيما يتعلق بقضية الاختفاء القسري في ديالى تحديدا؟ نتحدث عن ديالى، أنت من ديالى. بس السؤال، هل وعدوكم بشيء اللجنة في نقل هذا الملف والمعطيات اللي فيه والأرقام اللي فيها على حالة الإخفاء القسري؟ وعدوكم بنقله إلى مستوى دولي للنقاش؟ أخذوا يعني التقارير، كتبنا تقارير أخذوها إن شاء الله يقدموها على الجهات الدولية. أنتوا قدمتوا لهم وثائق، صور، مستندات؟ أكيد أكيد أكيد. يعني لم يكن النقاش شفويا؟ لا مو شفوي. نعم، واضح. يعني احنا بعد ما التقينا باللجنة قدمنا لهم تقارير كاملة سلمناهم إلها، وإن شاء الله يكون أكو استجابة إلها. تعتقدين أنه كان لديهم معلومات ولو ربما شحيحة أو ضئيلة عن واقع أو حالات الإخفاء القسري في إديالة، لكن لقائكم معهم قد عزز هذه المعلومات وسلط مزيد من الضوء على ما يجري في إديالة من إخفاء قسري؟ كان بالضبط، يعني هم كانوا يعني ما عندهم، لأنه هم بعد زيارتهم للعراق وبعد طرح القضايا لهم اكتشفوا كل يعني قضايا جديدة لم يكن يعلموا بها. شكرا. نتوقف عند هذا الفاصل القصير بالاستئذان من ضيوف حلقتنا وضيوف والمشاهدين الكرام، ثم نستأنف النقاش بعد الفاصل القصير إن شاء الله.
هنا بوتقة الحضارة. ما هي بغداد هذه؟ كيف نشأت؟ ما الذي أدى لمؤسسها إلى اختيارها في هذا الموضع من العراق؟ تعاقبت على العراق حضارات جمة الآن أصبحت 7000 سنة. أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار. تبحث هذه الحلقة في حالات الإخفاء القسري في العراق وعدم اعتبارها جريمة يعاقب عليها القانون، وذلك في ضوء زيارة وفد من اللجنة الدولية المعنية بحقوق الإخفاء القسري في العراق. ضيوف الطاولة ناجي حرج وعدد من الناشطين الذين التقوا بوفد اللجنة. أستاذ ناجي، اللجنة أيضا في بيانها أو الوفد تحدث أن هناك الحقيقة شحة في المعلومات والبيانات بحيث لا تتيح للجنة قياس حجم هذه الجريمة أو حجم الإخفاء القسري في العراق. من المسؤول عن حجم هذه المعلومات والبيانات؟ حكومة، ميليشيات، جهات أخرى؟ نعم سيد ماجد، اللجنة كانت لديها معلومات عن حالات الإخفاء القسري، لكن الشيء الصعوبة التي تواجهها اللجنة وهي ذكرتها أن ليس لديها معلومات من المصدر الرسمي، يعني لذلك كانت مراسلاتها مع العراق منذ عام 2015 ثم السنوات اللاحقة حتى في بداية هذا العام 2022، يعني وجهت أكثر من 3 تقارير تتضمن توصيات للعراق تركز بشكل أساسي على المعلومات، على يجب على اللجنة، على العراق، على الدولة أن تضع يعني سجل بالمعلومات، أن تكون لديها معلومات مفصلة عن كل المختفين قسريا، كل هذه المسائل. فاللجنة لديها هذا النقص، هو أنه لا توجد معلومات من قبل الدولة، لذلك في زيارتها كانت تصر على هذا الأمر وتحاول أن تدقق ما لديها مع ما قدمته المنظمات غير الحكومية. المنظمات غير الحكومية كان حقيقة مشاركتها مشاركة مهمة جدا، يعني هم أكدوا للجنة ما كانت تعلم به، ما كان لديها من معلومات. ربما هنالك نحن أشركنا في إدارتنا للحوار بين المنظمات غير الحكومية واللجنة، أشركنا ضحايا، هؤلاء الضحايا تحدثوا بإسهاب عن كيفية حدوث حالات الإخفاء القسري ومن هم المسؤولين عنها. ثم طلبت اللجنة بعد هذا الحوار الذي جرى في الاجتماع أن تقدم المعلومات مكتوبة، وهذا الذي جرى بالفعل، أن معظم المنظمات بعد الحديث مع اللجنة قدمت معلومات مكتوبة وموثقة عن هذه الحالات. لذلك يبقى الآن الكرة في ملعب السلطات الحكومية، وهي أن تتعاون مع اللجنة. يعني اللجنة ليست جهة سياسية، اللجنة هم خبراء قانونيون على مستوى عالي جدا. في هذه النقطة تحديدا اسمح لي خلي قاطعك، نعم. هل تتوقع اللجنة ومعها أيضا مركز جنيف الدولي للعدالة أن تكون هناك استجابة حقيقية وجدية من السلطات في الحكومية في العراق في التعاون مع اللجنة الدولية لإنهاء هذا الملف؟ يعني للأسف، يعني نحن من تجربتنا للأسف الشديد يعني نشك كثيرا في ذلك، لكن هذا الملف ملف يتعلق بحياة مئات الآلاف من الناس، هنالك عوائل تنتظر، فلا بد من تجربة كل الطرق، لا بد من تجربة كل الوسائل، واللجنة هذه هي الخطوة الرئيسية المهمة جدا التي بدأت بها بزيارة العراق. بالمناسبة يعني اللجنة بدأ عملها منذ عام 2010 تقريبا عندما دخلت اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. راح أسألك كاني لماذا، نعم، اللجنة الآن تحركت بهذه القوة بعد كل هذه الفترة والسنين على، نعم، تشكيلها وعلى قضية المأساة في، نعم، العراق. مضر في الأنبار،
أنتم كناشطين حقوقيين مهتمين بهذا الملف بتدوين بتوثيق كل ما يحيط بهذا الملف، واللجنة تحدثت عن عمليات تهديد وتخويف لذوي المخفيين والمغيبين قسريا حتى لا يدلوا بأي معلومات. إلى أي حد يعقد عملكم خوف الناس ذوي المغيبين من تزويدكم أو رفضكم بمعلومات حتى بدوركم تنقلوها إلى الجهات الحقوقية الدولية وغير وحتى العراقية؟ أستاذ ماجد، الحقيقة يعني أرجو أن تنطيني وقت حتى أي تفضل أكلمك على هذا الموضوع المهم. تعرجت على نقطة مهمة حقيقة. يعني إحنا من ضمن التوصيات اللي قدمت لجنة قدمناها كناشطين حقوقيين أنه هناك عمليات تخويف وترهيب وتهديدات واسعة ليس فقط على ذوي المختفين قسرا، وإنما حتى على الناشطين والمنظمات والعاملين في هذا المجال، وهذا مما يعقد ويعرقل عمل الشباب الناشطين في هذا المجال، وأيضا في جمع المعلومات وعمليات الاستقطاع. وإحنا جمعنا معلومات عن المختفين قسرا، معلوماتهم، أماكن تغيبهم، وفي أي سنة، ومعلومات وافية، لكنه لم نصل إلى العدد الكلي والحقيقي للمختفين قسرا، وذلك لأن العوائل تتخوف من عمليات التهديدات وعمليات القمع، وحتى من تسجيل شكاوى في المحاكم الرسمية والذهاب إلى الجهات الحقوقية. فهذا يشكل حقيقة عرقلة في جهود اللجنة. خلينا نسألك في هذه النقطة، يعني بما متاح عندكم من معلومات أو تصلكم، من الذي يهدد يعني هذه العائلات، عائلات المغيبين قسريا؟ جهات حكومية معروفة صريحة، شرطة، جيش، أمن، أم ميليشيات متخفية أو بزي الدولة؟ طبعا بالتأكيد يعني هي الميليشيات المتخفية بزي الدولة هي التي تقوم بتهديد الناشطين والعوائل، لأنه هي اللي مسؤولة عن تغيب هذه الأفراد. وهناك ادعاءات، وهناك يعني حتى مقاطع فيديو وثقت هذه الميليشيات على نفسها ونشرتها في وقتها، وثبتت عملية الاختفاء القسري اللي أخفت عشرات الآلاف من الناس. اللي اريد اقوله، الشيء المهم اللي اريد يعني حتى اعرج على النقطه الاخرى اللي ذكرتها حضرتك في موضوع دقه المعلومات ولقاء اللجنه، لقائنا مع اللجنه هو نتاج تدريبات ولقاءات واكتساب خبرات من المركز جنيف الدولي للعداله لاسابيع طويله، لاشهر طويله، مكنتنا من اكتساب المهاره والخبره الممتازة لكتابة التقارير الدولية، وبالتالي لعملية التوثيق بما يلائم اللابات الدولية، ومكنتنا من إحصاء وكتابة تقارير رصينة قدمت للجنة كوثائق رسمية كأعداد، حتى نعزز هذه المعلومات اللي قدمت. احنا قمنا في الأنبار بجلب عوائل ذويهم غيوب قسرا، والتقوا باللجنة، واللجنة حقيقة كانت سعيدة جدا بهذه المعلومات، وهذه المعلومات الدقيقة والرصينة، وكانت عززت المعلومات التي كانت في حوزة اللجنة. أشكرك. كرار في محمود في صلاح الدين، ما هي معلوماتكم عن عمليات الترهيب والتهديد والتخويف لذوي المغيبين قسريا؟ ما هي المعلومات اللي تصلكم؟ الحقيقة هناك في هذا الموضوع بالتحديد هناك أمرين. الأمر الأول هو المساومات التي تجري على عوائل المغيبين. تعرف عوائل المغيبين الكثير منهم اليوم خسر الكثير من المال بسبب المساومات. يعني ترصد هناك معلومات من قبل هذه حتى الميليشيات، يعني يساومون أهالي المغيبين بدأن يكونهم من بعض المعلومات، ويقومون باستدراجهم بمبالغ ماليه كبيره يعني مقابل ان يحصلون على معلومات بسيطه. الصوت بمشكله مع كرار من صلاح الدين. طيب اماني، التهديدات اللي تحدثت عنها اللجنه الدوليه المعنيه بحالات الاخفاء القسري، تهديدات مقصورة أو مختصرة على
يعني على ذوي الضحايا أم أيضا مش يعني هذه التهديدات تصل إلى الناشطين والمعنيين بهذا الملف والمهتمين بملف الإخفاء القسري؟ أماني اتصال ماكو اتصال ماكو مع أماني. طيب نعود إلى ضيفنا في جنيف الأستاذ ناجي حرج. قضية الإخفاء القسري في سجون سرية وسجون علنية بدأت منذ عام 2003 مع الاحتلال الأمريكي وتكاثرت مع تكاثر الميليشيات كالفطر، وهناك الآلاف ممن غيب يعني قسريا. اللجنة الآن فقط الآن تحركت بهذه القوة على هذا الملف، لماذا الآن تحركت بهذه القوة وترك في السابق؟ أستاذ ماجد، قياسا إلى التاريخ بدء عمل اللجنة يعتبر هذا تحرك مبكر حقيقة. يعني العراق هو ثاني دولة تزورها اللجنة منذ تأسيسها، يعني مثل ما يعني أنا شرحت في البداية أن الاتفاقية بدأت تدخل حيز التنفيذ في عام 2010، فبعد ذلك التاريخ بدأت اللجنة تتسلم التقارير من الدول من المنظمات، ثم بدأت عملية المراجعة مع الدول. مثل ما ذكرت أنا سابقا كانت هناك حوالي 3 مراجعات مع العراق حتى وصلت اللجنة إلى قناعة بأن الوضع خطير جدا في العراق مما يتطلب زيارته. فإحنا نعتبر أنه بالعكس أن اللجنة اهتمت بوقت مبكر من عمرها فيما يتعلق بالاختفاء القسري في العراق. نعم الاختفاء القسري موجود يعني منذ عام 2003 وللأسف تصاعد كثيرا في السنوات اللاحقة، وتناولت أيضا لجان أخرى بالحديث، يعني لجنة مناهضة التعذيب ولجنة اللجنة المعنية بحقوق الإنسان تناولوا هذا الموضوع، وأيضا في مجلس حقوق الإنسان نحن طرحناه باستمرار. لكن اللجنة يعني مثل ما ذكرت أن الآن بدأ يعني عملها لم يعني عمر اللجنة قياسا بطبيعة عمل أجهزة الأمم المتحدة واللجان المتحدة يعتبر قصير نوعا ما، فاهتمامها في هذا الملف كان حقيقة في وقته. يعني نعم. نعود إلى أماني محمد في ديالة إذا كانت معنا جاهزة. سألتك قبل المشكلة بالاتصال، التهديدات فقط مقتصرة على أهل وعائلات وأسر المخفيين قسريا أم أنتم كناشطين مهتمين بهذا الملف أيضا تتلقون تهديدات، وما هي أبرز التحديات التي تصادفكم؟ التهديدات تخص العوائل المغيبين وتخص الناشطين وأيضا تخص المغيبين الذين يتم إذا كان مغيب يتم الإفراج عنه ويتحدث للعائلة عن المغيب مباشرة يتم تهديده. نعم. تفضلي كملي. حتى لو أفصح عن مغيبين كانوا معه وعن يعني بعد يعني أحكي لك عن حادثة إنه بعد ما يخرج وكلام يجي على عائلته إنه المغيب موجود كذا مكان مباشرة بعد يوم يكون تهديده. واضح. مضر، أبرز التحديات أو الصعوبات التي تواجه عملكم كناشطين في قضايا حقوق الإنسان وخاصة في ملف الإخفاء القسري يعني في الأنبار وفي العراق عموما؟ من أهم الأشياء أو التحديات اللي نواجهها إحنا أنه ما موجود قانون ينظم أو يجرم جريمة الإخفاء القسري في العراق، وبالتالي ينظم عمل الناشطين في هذا المجال وفي مجال حقوق الإنسان، لأنه حتى توصيات اللجنة أشارت إلى ضرورة اتخاذ العراق تدابير وضرورة تشريع العراق لقانون لحماية الأشخاص العاملين في هذا المجال وأيضا لحماية أسرهم وأسر الضحايا والممثلين القانونيين والمجتمع المدني. فما موجود قانون ينظم يعني العمل في هذا الاتجاه، وايضا ما موجود قانون مشرع من اجل تجريم المسببين في قضايا الاختفاء القسري.
وأيضا يعني ذكرت لك أنه يعني العوائل، كثير من العوائل يصعب اللقاء بها وتسجيل معلومات عن ذويهم المختفين قسرا، لذلك لا توجد سجلات يعني سجلات رسمية ويعني تشمل جميع المغيبين المختفين قسرا في عموم المحافظات المنكوبة. نعم، أنتم كناشطين وباختصار لأن عندنا فاصل، التقيتم بجهات حكومية ذات علاقة بحقوق الإنسان، وزارة حقوق الإنسان، اللجنة البرلمانية لحقوق الإنسان، تحدثتم معهم عن هذه القضية؟ مضر؟ كانت اللقاءات يعني محدودة في هذا المجال، كانت اللقاءات محدودة في هذا المجال أستاذ، مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان العراقية. بماذا كانوا يجيبون على يعني على أسئلتكم أو ما تثيرون حول هذا الـ هذا الـ هذا الملف؟ يعني كان أكو في الفترة الأخيرة حتى نكون منصفين، كانت مفوضية حقوق الإنسان العراقية كان لها جهود في هذا الـ يعني في هذا الجانب أفضل من السنوات السابقة، كان أداها في تحسن ولديها تعاون أيضا مع الناشطين ومع اللجنة. أشكرك. نتوقف في الفاصل الثاني بعد الاستئذان من ضيوفنا ومن المشاهدين الكرام، ثم نعود لإكمال النقاش في حلقة الليلة من طاولة حوار. من الأرض المباركة التي تعج بالأحداث والقضايا، من شعبها المتوشح بالعزيمة والإصرار، من شهدائها وأسراها وجرحاها، من قدسها وأقصاها الراسخين في وجدان الأمة. نأتيكم في برنامج من فلسطين، عينكم على الأرض المحتلة. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار، تبحث الحلقة في الإخفاء القسري في العراق وعدم اعتباره جريمة يعاقب عليها القانون. ضيف الطاولة الأستاذ ناجي حرج وعدد من الناشطين الحقوقيين في العراق. كرار محمود في صلاح الدين، هل تعتقد أن لمنظمات المجتمع المدني ومنها المنظمات الحقوقية دور مهم في على الأقل تسليط الضوء على هذه الانتهاكات مثل الإخفاء القسري والتغييب وما إلى ذلك، وإيصال هذه المعاناة إلى الرأي العام في خارج العراق وإلى المؤسسات الحقوقية الدولية المعنية بهذا الملف؟ حقيقة منظمات المجتمع المدني، الفرق التطوعية، الناشطين لهم الدور الكبير وربما الوحيد في إظهار هذا الملف دائما على الرأي العام. قبل فترة كانت هناك حملة باسم وينهم، حقيقة كانت يعني على مستوى رأي عام على مستوى العراق، أحرجت الحكومة هذه الحملة التي تبناها العديد من الناشطين ومنظمات المجتمع المدني التي تهدف إلى الكشف عن مصير المغيبين. لكن بنفس الوقت يعني يتعرض العديد من الناشطين والمدافعين عن حقوق الانسان وبالتحديد في هذه النقطه قضيه المغيبين، يتعرضون الى التهديد بالاعتقال والتصفيه لمجرد انهم يعملون يعني على مناصره هذه القضيه او 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 او, أو حتى يعني المدافع عنها. الكثير يعني من حتى منظمات المجتمع المدني والناشطين تعرضوا بسبب ممكن مرات بسبب بوت او بسبب تعليق، لكن هذه القضيه هي قضيتنا الاساسيه التي لا يمكن ان نتخلى عنها في يوم من الايام، نناصرها الى الرمق الاخير. العوائل، كثير من العوائل ينتظرون خبر مصير ابنائهم، لذلك هذه القضيه يعني لابد ان تبقى على السطح دائما من خلال وسائل الاعلام، من خلال
القنوات، من خلال أي برنامج لابد أن يتبنى هذه القضية. نعم، أشكرك الأستاذ ناجي. أيضا في نفس النقطة عن أهمية منظمات المجتمع المدني العراقي ومنها منظمات يعني حقوقية، أي أهمية تكسبها يعني هذه المنظمات في تسليط الضوء على انتهاكات ويعني ممارسات غير قانونية وغير إنسانية في العراق، وما هو المطلوب عمله لتكون هذه المنظمات أكثر فعالية وأكثر تأثيرا وتؤدي عملها يعني على أكمل وجه إذا كان ممكنا؟ نعم، يعني دور المنظمات غير الحكومية العراقية ومؤسسات المجتمع المدني ككل هو دور رئيسي ومهم جدا في توثيق انتهاكات حقوق الإنسان في العراق، لأن هي هذه المنظمات هي الموجودة على الأرض، هي القريبة من الواقع، هي القريبة أيضا من الضحايا، من حالات الانتهاك، وبالتالي يعني المعلومات التي تحصل عليها هي معلومات أساسية ومهمة جدا يعني في عملية التوثيق. والحقيقة خلال الفترة الماضية يعني أنا لاحظت يعني هنالك جهد كبير بذلتها، طبعا منظمات محدودة، يعني هنالك قول أن هنا في العراق أكثر من 4000 منظمة غير حكومية، لكن الحقيقة اللي تعمل بشكل واضح جدا وأساسي في توثيق الانتهاكات قد تكون على عدد أصابع اليدين لنقل، يعني منظمات محدودة جدا. ربما بعض المخاوف التي تحدث عنها الزملاء هي أيضا سبب في ذلك، لكن بالتأكيد دورها أساسي. وأعتقد يعني خلال الفترة الماضية نحن حاولنا بأن نقوم بدور ما في تنمية قدرات هذه المنظمات، في تدريبها مثل ما ذكر أحد الزملاء على كيفية كتابة التقارير، على كيفية توثيق الانتهاكات، على كيفية أيضا التواصل مع الجهات الدولية. فأعتقد أنه عمليات التدريب مهمة جدا لهذه المنظمات، تحتاج دائما دورات تدريبية، تحتاج دائما الاحتكاك مع منظمات دولية، مشاركتها في هذه الاجتماعات، يعني خاصة في هذا الاجتماع المهم جدا مع لجنة الاختفاء القسري، أيضا أكسبها حقيقة خبرة مهمة بسبب طبيعة النقاش الذي جرى مع اللجنة. أشكرك مضر. هل لديكم برنامج أو تصور عن كيفية متابعة هذا العمل الذي بدأ بلقاء وفد اللجنة الدولية المختصة بحالات الإخفاء القسري في العراق، أم أن القضية مضر ليس معنا؟ كرار نفس السؤال إذا كنت تسمعني، هل لديكم برنامج، منهج معين، خارطة الطريق لإكمال ما بدأتموه من هذا اللقاء المهم والذي وصف مركز جنيف الدولي للعدالة بأنه نقلة نوعية في التصدي لمستويات العنف في العراق أو الانتهاكات؟ لديكم برنامج معين للمتابعة؟ يعني بالتالي احنا يعني رفعنا توصيات تقارير وتتضمن توصيات ايضا الى هذه اللجنه، هذه اللجنه بدورها ستقوم برفع توصيات الى الحكومه العراقيه. نحن بدورنا كمنظمات مجتمع مدني وكناشطين ايضا علينا دور ان نقوم بمتابعه تنفيذ هذه التوصيات من قبل الحكومه العراقيه، باعتبار احنا ابناء المناطق وابناء المناطق، نعرف أن هذه التوصيات ستنفذ أم لا. يعني فبالتالي يعني إحنا أيضا يعني اللجنة ستكون كرار. أشكرك، خلينا لأن كرار أشكرك الوقت ضيق، وخلينا أيضا هذا السؤال نسأل لبقية الزملاء. مضر إذا سمعت السؤال بالأول أو أعيد لك إياه. والله يا راجل تعيد أستاذ لأن انقطع الاتصالات. هل لديكم برنامج لمتابعة ما قد بدأتموه مع اللجنة الدولية للإخفاء القسري، أم أنه الأمر انتهى، التقيتم بالوفد، سلمتوه الوثائق وانتهى الأمر؟ بس باختصار دقيقة رجاءً. لا لا لا، الموضوع لم ينتهي. نحن نعمل مع مركز جنيف الدولي للعدالة، وأيضا مع نتمنى أن نلتقي باللجنة مرة ثانية خلال زيارة العراق في المستقبل، وأيضا سنحاول العمل مع مفوضية حقوق الإنسان العراقية
وايضا مع الحكومه العراقيه لدعم هذا الملف واستحصال حقوق أشكرك المغيبين. خلينا دقيقتين اذا امكن المخرج ينطينا ونختم ونسال الاستاذ ناجي، ماذا لو ان السلطات في العراق لم تستجب لاي من الدعوات بادراج الاخفاء القسري جريمه يعاقب عليها القانون، ولم تتعاون بالجديه الكافيه لانهاء هذا الملف، ما هي الخطوة التالية التي ستذهب لها اللجنة الدولية المعنية بالإخفاء القسري؟ الخطوة التالية منصوص عليها في الاتفاقية، يعني مثل ما تحدثنا أنه المادة 33 تتحدث إذا وصل الأمر إلى حالة خطيرة في الدولة فبالتالي ستزور وستقدم تقرير وستقدم توصيات إلى الدولة وستعرضها على مجلس حقوق الإنسان، لكن إذا استمر الوضع والدولة لم تنفذ هذه التوصيات فأن اللجنة ستعرض الأمر على الجمعية العامة للأمم المتحدة، يعني ستأخذ الأمر إلى مستوى أعلى مستوى ممكن أن تصل في الأمم المتحدة، وبالتأكيد هنالك إجراءات أخرى يعني قد يحال أيضا إلى مجلس الأمن الدولي أو إلى محكمة الجنايات الدولية ضمن يعني قرار خاص يتخذه مجلس الأمن الدولي في هذا الخصوص. تعتقد أنه فعلا ثمة إمكانية للوصول إلى هذه المستويات في المحافل الدولية للتعامل مع هذه الانتهاكات اللي عمرها الآن 20 سنة؟ يعني إذا يعني هذا لا يمكن أن يتم مثل ما نقول يعني بطريقة يعني أوتوماتيكية أو غير، لابد من جهود ولابد من متابعة مع كل هذه اللجان يعني، وأعتقد أن اللجنة يعني تسير بالاتجاه الصحيح فيما يتعلق بلجنة الاختفاء القسري، تسير بالاتجاه الصحيح، وبالمناسبة هي أيضا تتعاون مع كل اللجان الأخرى، وكل اللجان الأخرى تقريبا ستكون مشتركة في هذا العمل عندما تعرض ما لديها أيضا من انتهاكات في العراق، سواء قضايا التعذيب، الاعتقالات التعسفية، الإعدامات خارج القضاء، هذا كله تقريبا سيتضمن في ملف واحد سيرى يعني مناقشات على صعيد دولي في المرحلة القادمة. شكرا جزيلا لضيوفنا في حلقة الليلة ناقشت الإخفاء القسري في العراق على ضوء زيارة وفد اللجنة الدولية المعنية بالإخفاء القسري في العراق، وهم كل من الأستاذ ناجي حرج المدير التنفيذي لمركز جنيف الدولي للعدالة كان معنا من جنيف، وأيضا أشكر الناشطين الذين كانوا معنا أيضا والتقوا بوفد اللجنة، وهم كل من مضر حمزة من محافظة الأنبار ناشط حقوقي طبعا، والناشط الحقوقي كرار محمود من محافظة صلاح الدين، والناشطة الحقوقية أماني محمد من محافظة ديالة. كما أشكركم مشاهدينا الكرام، وحتى نلتقي في الأسبوع القادم في أمان الله.